ولمعرفة آخر التطورات في شمال قطاع غزة معنا مراسلنا من غزة إبراهيم لبد عبر الهاتف. صباح الخير إبراهيم، نتحدث عن مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير 5 طوابق في بيت لاهيا. نعم سعاد، صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام. يعني نتحدث هنا عن مجزرة كبيرة، 55 شهيدا من عائلة أبو النصر تم استهداف هذا المبنى، وتم وصول أعداد من الشهداء للمستشفى كمان عدوان حوالي 55 شهيدا وعشرات الإصابات جراء هذا الاستهداف. الاستهداف كان لعائلة أبو النصر في مشروع بيت لاهيا، تحت الركام حتى هذه اللحظة يتواجد أعداد الشهداء أيضا في ظل عدم قدرة الدفاع المدني الذي غادر شمال قطاع غزة. يعني حاول بعض من المواطنين انتشال أعداد الشهداء، أيضا الصورة لم تصل من شمال قطاع غزة في ظل انقطاع الإنترنت وضعف الاتصالات وضعف التواصل مع أهالي شمال قطاع غزة. تحدث ربما عن جرائم إسرائيلية مستمرة بحق المواطنين الفلسطينيين. ناشدت بعض العائلات التي أيضا هي بجوار هذا المنزل، عائلات بأكملها تناشد الدفاع المدني، لكن الدفاع المدني معطل والأوضاع الميدانية صعبة جدا في شمال قطاع غزة مع تواصل إطلاق القذائف المدفعية أيضا على شمال قطاع غزة. من يوم 24 على التوالي شمال قطاع غزة يتعرض لأكبر عملية عسكرية إسرائيلية في شمال قطاع غزة، كل مناحي الحياة تضررت، حتى الدفاع المدني، حتى الطواقم الطبية التي اعتقلت خلال دخول جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان واعتقال 90 مواطنا فلسطينيا من بينهم كوادر طبية، وأيضا تواصل لعملياته العسكرية في بالقرب من مستشفى الأندونيسي الذي أيضا توقف عن الخدمة. مستشفى العودة هو الآخر يتواجد، ولكن ظروفه صعبة جدا في ظل تواجد الاحتلال بجواره. تتحدث ربما عن أصعب أيام يعيشها شمال قطاع غزة وحتى مدينة غزة من تواصل الغارات الإسرائيلية باستمرار. فجر هذا اليوم تم استهداف مناطق متفرقة من غرب مدينة غزة، مشترك الصناعة، ومناطق متفرقة من شمال قطاع غزة. نتحدث ربما سعاد عن أوضاع صعبة جدا حتى هذه اللحظة في شمال قطاع غزة ومدينة غزة مع تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية على الشمال، وأيضا الوضع الإنساني الكارثي الذي تعيشه مدينة غزة في ظل عدم إدخال المساعدات بشكل مستمر وعدم وصول أي من الإمدادات سواء الإغاثية والطبية لمستشفى كمال عدوان أو المستشفى المعمداني ومستشفيات أخرى في شمال قطاع غزة، وأيضا عدم إدخال المواد الغذائية وعدم دخول أي من المساعدات الإغاثية بشكل مستمر إلى مدينة غزة. عشرات النازحين بل مئات النازحين يتواجدون من شمال قطاع غزة في مدينة غزة يبحثون عن طيب إبراهيم، يعني ما هو الطعام الموجود في مدينة غزة حين نتحدث عن عدم وجود مساعدات وعدم وجود أيضا بضائع تصل إلى مدينة غزة وشمالها؟ نعم، هي حقيقة سعاد لا يتواجد أي من المأكولات وأي من الطعام. يعني لو تحدثنا يتواجد بعض المستلزمات البسيطة التي دخلت خلال ما قبل هذه العملية العسكرية عشان قطاع غزة، تتواجد بعض هذه المقليات ولكن بشكل صعب جدا، يعني لا تكفي لأعداد المواطنين الذين يتواجدون في شمال غزة ومدينة غزة. نتحدث ربما عن الطعام البسيط الذي يتواجد في شمال قطاع غزة، يعني الدقيق يتواجد ولكن ماذا سيؤكل مع هذا الدقيق؟ هذا ما يسأله بعض المواطنين دائما. أوضاع صعبة سعاد، نتحدث ربما عن مجاعة أصلا متواجدة في ظل ضعف الإمكانيات الصحية أيضا. يصل عشرات الأطفال من سوء التغذية، يصل عشرات المواطنين كبار السن أيضا من سوء التغذية. أمور صعبة جدا، نتحدث سعاد ربما حياة هي الأصعب على مدينة غزة وشمالها منذ الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من عام. نعم، شكرا لك الزميل إبراهيم لبد، كنت معنا من مدينة غزة عبر الهاتف.